ماهي 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 انت دور هنيك. يلا اشتغلي، لا تخزليني بهالوقت الصعب. خلينا نلحقه. يلا استنى. شبك انت؟ ما عم تشوف قدامك؟ هي ستي. ستي أنا لقيت ماهي، بس ما بعرف مين العالم اللي خطفوها. المسكينة فاقدة الوعي. بس ماهي استني. لا لا ماهي، تعي لهون ماهي. ألو ستي، ماهي هربت هلأ. استعادت وعيها وراحت فورا. ستي أنا ما أعرف شو اللي عم يصير معها. يا فاشل مفكر حالك شغلة كبيرة؟ آه؟ اتطلع بالمراية روح وشوف شخصيتك الحقيقية. انت طول عمرك غشاش من وقت كنت صغير. شو صار؟ حقيقتك بتخجل مو هيك؟ شوفي انا ما عندي لا وقت ولا صبر بالمرة، هذا كله حكي فاضي. انت اللي بلشت بالاول وحاولت انك تقتل المدرب تبعي وبعدها عاقبتني وخطفتني لحتى تتسكر القضية، ما هيك؟ بس حاولي ما تنسي انه ابي كان رح ينسجن بسببك. أبوك بيستاهل انحبس مؤبد لأنه واحد سيء. اللي كيف بتقدر تقتل حدا مشان تربح مباراة ملاكمة؟ أنا عن جد بكرهكم كلكم. مو أنت قلت لي إنه إذا المدرب تبعي بيوقع على أوراق الكفالة ما عاد رح تعملوا لنا مشاكل بنوب؟ مو هيك؟ بس أنتوا كنتوا عم تضحكوا علينا لأنكم جبناء. أنتوا مخادعين وما فيكم تكونوا غير هيك. أنتوا هددتوا لمدربي وأكثر من مرة كمان. هو بده يترك شغله ويرجع على ضيعته، وحلمي وحياتي والملاكمة كمان كل شي خرب وتدمر بسبب أعمالكم. أنتو أنت المسؤول عن كل شي. أنت عن جد إنسان سيء، أنا بكرهك. هي أنت السيئة مو أنا بنوب، كله بسببك. كنتي بدك تورطي أبي صح؟ أنت عملتي كل التمثيلية تبع الخطف، لك أنت خربتي الدنيا كلها بس من شان تتخلصي من أبي. وأنا شو عملت؟ أنا كل اللي عملته أني انتقمت منك، ما كان عندي خيار. خطفتك حتى أنقذ أبي، أنا ما عملت أي شيء سيء وما كنت بدي أذي حدا. وبعد كل هاد أنا أنقذت حياتك ورجعتك على بيتك. شو الغلط بهذا الشيء؟ يعني لو أنا ما تدخلت مين بيعرف شو كان رح يصير فيكي؟ عن جد أنت ما بتفرق عن أبوك، ما بتخجل. فوراً ألفت قصة أنه في عالم خاطفيني؟ لا تكون مفكرني ما بعرف أنه أنت اللي بعته. كيف؟ بس يا أنوراج أهلاوات، خطتك انكشفت هلأ وأنا بكل بساطة قدرت إني أهرب بسيارتك. بس استنى ورح تشوف ما هي سينجمان شو رح تقدر تساوي. ساوي شو ما بدك، أنا ما رح خاف منك. يا بنت روحي من هون.
خلص استاذ انا بتصرف. ما سمعتي؟ يلا اطلعي لبرا. حل عني. مرحبا. مرحبا انوراج. كيفك انوراج؟ اشتقنا لك يا زلمه. وين كنا؟ هلا بدي اجي. قولوا لي اجت هديك المغروره؟ قصدي الملاكمه الحلوه بنت الضيعه؟ ما هي سينجمان وينها؟ اكيد هي راحت تتخبى هالفاشله. انا ممكن نزلنا على جنب. اوه يا عيني شوفوا مين اجا لهون. انا ما بعرف كيف هالناس بتواجه الحياه بعد الفشل. شبك انتي؟ شو مو شايفة؟ ما انا اسفة. لا ما شفتك، ما كنت منتبهة بنوب وما كان قصدي. واخيرا صارت تعرف قيمتها وان اقل من انوراج، وهو بقى عليه انه يسامحها او ممكن يحضنها. ما عم تقدر تمشي طبيعي، لكن كيف بدها تقاتل كمان؟ انتو غلطانين. ليك طبعا اذا كنتوا مفكرين اني رح اترك الملاكمه فانتوا غلطانين، لاني ما بلاكم كرمال الشهره. هي شغفي وهي بتمشي بدمي كمان. حلو، شو هالابداع والحكي الحلو كمان. انت كنت تقولي انه كان بدك انك تكوني بطلة وتربحي ميداليات، بس هلأ صارت الملاكمة شغفة؟ كل هالحكي بيحكوه الفاشلين وبس. انا هلأ حكيت كل اللي عندي. روحي من هون يا فاشلة. فاشلة 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 فاشلة. كتير غريبة ردة فعلها، ليش ما قالت لي ولا كلمة؟ هات لشوف، يلا اعطيني تليفوني. اسمعيني شوي، قلي لي شو رح تعملي؟ تضربيني وتكسري لي عظامي مثلا؟ ولا بدك تروحي لعند مدربك؟ احكي شو في غير هيك؟ شوفي لسا مبارح كنتي عم تطلعي فيني بكل كره وحقد. انت كان بدك تخربي لي حياتي مو هيك؟ وبدك تفضحيني؟ شو صار لك؟ عم اطلب منك بكل ادب ترجع لي تليفوني. ما سمعتيني شو حكيت؟ انا ما رح رجع. اعملي اللي بتحبيه. شو صار؟ ضربيني بقوة، يلا ضربي، يلا ماهي، يلا بعرف انك حابة تضربيني الضربة القاضية، يلا لشوف ضربي ضربيني. شو صار لك؟ شو صار؟ ليش هيك صرتي زعلانة؟ ما بيصير تستسلمي. التليفون ما رح رجعه. هاي بصراحة. شو بدك تساوي؟ ماشي. يمكن تحتاجه أكتر مني. خلص بشتري غيره. واقفي شوي، لا تمشي وتتركيني واقف. اجبريني اني رجع لك التليفون تبعك فورا.
إذا حابب إنك تعطيني التليفون كتير منيح، بس إذا ما بدك ما رح أعمل أي شيء. أنا رايحة. يا شباب شكل ماي هلأ طالع بضحك. شكلها بنت بسيطة تماماً. برأيي خدي هاي وعمليها ميداليتك الذهبية يا بطلة. فظيعة. شفتها؟ ما هي رؤي وما تساوي مشكلة بنوب، بترجاكي اهدي. ليك هي ما راح تطلع عن طورة فورا، لأنه هي بتعرف حالها وين واقفة، ما راح تسترجي. يا شباب شكل ماهي هلا طالع بضحك. شكلها بنت بسيطة تماما. يلا خدي هاي وعمليها ميداليتك الذهبية يا بطلة. لشو؟ لشو؟ ليش هيك؟ كأنه هذا صوت ماهي. لا مستحيل، هنن ما فيهم يهزموني ابدا، ما فيهم بنوب. لا هي بتستحق، تستحق تنهى. الاحسن انها تترك الجامعه. مثل ما قلت لك استاذ. يلا تعا وقفي عندك، تدريب لوحدك ما رح يساعدك بشي، انت هيك غلطانة. افضل طريقة لتختبري حالك فيها هي انك تتنافسي مع الافضل منك. استاذ بس لحظة، انا ما فيني نافس حدا، انا نمت بالصف من مبارح مشان اقدر اتدرب وما ضل معي وقت كتير، في عندي محاضرة بعد نص ساعة. استاذ انا عم احكي جد، نص ساعة بتكفي، يلا نبلش، وبتقدري تروحي بعد نص ساعة. منبلش المباراة. حاضر استاذ. انو رش 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 لحظة. أنو رش أنو رش
يلا 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 يلا. كان لازم حتى أضربك، كرهك هو اللي خلاك تخسر المباراة خلال وقت قصير. لازم روح على درس، وبالنسبة للتدريب شكراً. شو بقى هاي؟ شو بقى هاي؟ ليش هيك؟ كيف هيك صار معه؟ ماهي استني شوي رجاءا، وقفي. ليش ما عم تردي علي؟ ليش عم تتصرفي هيك؟ استني شوي. ماهي اسمعي ليكي ماهي، هي القصة صارت بالغلط، أنا ما عملت هيك أصلاً. ما كنت متقصد أني أعمل هيك رجاءً، صدقيني أنا ما عملت هذا الشيء عن قصد أبداً. هيك صايرة الملاكمة هالأيام بهذا الشكل. بس طالع شكلها كتير حلو هيك. مو معقول. لا تضحكوا ماهي، بس اسمعيني. حلو يا رفيقي، شو هالانتقام أنوراج؟ أي أنوراج، هلا على الأكيد هي رح تترك. لا. مبروك إلك يا رفيقي. هلا أنا شو عملت ماهي؟ تعال بدنا نعزمك هلا بهالمناسبة. تعال يلا تعال يلا 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 تعال. استني شوي. فهميني بس ليش عم تبكي؟ هنن هيك بدهن، بدهن ياكي تعصبي وتنهاري كمان، بدهن تعملي غلطة واحدة ويخلوك تنفصلي من هي الجامعة. ماهي ما رح تخليهم يتغلبوا عليكي، ما لازم تسيطري على غضبك وتستخدميه بشكل إيجابي. لك شبك يا أنوراج، انت اليوم كنت كتير رائع باللي عملته. يلا كلك شي شغلة بقى. يلا يا أنوراج، يلا خلصنا، يلا يلا حاش تتدلل. يلا يا بطل. ماهي شوفي ماهي شبك. شو اللي عم تعملي؟ لك وقفي بقى. شو عم يصير؟ ماهي انتي شو عم تساوي؟ ماهي استني. تعالوا بسرعة. خلصنا بقى خلص. لك شو صار لك؟ ماهي شو عم تساوي؟ لك تركيني. لك خلص قلتلك تركيني بقى، بعدي عني. ماهي بسرعة. لك ماهي بس اسمعيني ماهي. Yeah.
لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.